مثلا خلينا نفتح الفاصل. نعم هسه فتحنا الجيت مالت الفاصل. نعم بس ساي نورمال هاي فتحت السجيت كومبليتلي الفاصل تجي هسه الفاصل ايش قد مكتوب عليها رقم واحد. رقم واحد صحيح. شوف اللقم هذه هاي وحدة واحد واثنين اوكي تمام. فراح نستخدم حصرة كل لقمة المكان هسه. حلو ممتاز. تشيك شغلة صغيرة اللي هو دا تشوف هذا البن الجو نازل. نعم اكو بن صغير اكيد دا اشوف هاي شوف لازم يقعد وين هنا فانت حتى تشيك دايركشن مالته اللي جوا جاني حتى فد ما يقعد مباشر حتى هاي راسا خليه زين هسه هاي اللي جوا هاي هم خليها اللي جوا هسه تاكدنا قاعد قاعد بمكان مرات صار من ما تقعد بمكان اشوف تصير بهالحاله من تيجي تريد تفرها راح تدق هذا الاذان دق شوف الطب اللي جوا لازم للاخير تمام بس هذه بس تحاول هاي تفرها يمنا يسرع حتى الطب سلام اوكي استاذ زين خلي تنقش هاي القفل راح يعبر ورا الستايد مالته الضبابس يثبتها بس هذا بس تثبيت هذا بالضبط بس تثبيت هي البليتة هاي شي يصير راح تعبر النت مال هذا راح يعبر وراها من الضبة يقفص على هاي نعم زين هسه تيجي هسه احنا دا نشتغل فاصلة نعم الفاصلة وين هسه هاي الفاصلة استاذي هاي هاي الفاصل هسه شوف راح تبدي تصير كلوز هسه هنا شنو استاذي شوف تقرا على هذا عندك هاي الفاصله هاي الايرثنج سويتش هسه احنا بدنا نشتغل فاصله حالتها اوبن الاوبن ما علينا بيه نسوي كلوز بهالاتجاه اوكي جميل